ومعانا الخبير الامريكي جون براونز، وسالناه اذا كان يقدر يدينا تعليق على الماتش اللي جاي ما بين مصر وامريكا. سير جو اهيد. I think this is going to be an easy match. The results are obvious. My prediction, America wins at least 4-0. Hard luck. وطبعا الخبير مرعوب من لقاء ابطال افريقيا، وبيقول ان مهما الامريكان اتدربوا صعب عليهم الانتصار على ابطال افريقيا. Victory in America. وطبعا بيحيي وبيضيف تحيا مصر تحيا مصر. شجع مين قدك؟ بيبسي المشروب الرسمي للمنتخب الوطني.